لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أسلافنا وأسلافهم في بيان الحق ونصيحة الخلق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما أسلافهم فقد قال الله عز وجل: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. هذا حال كبرائهم من الأحبار وأمثالهم، تركوا هذه الشعيرة، لم ينصحوا الخلق ولم يشفقوا عليهم، لم يأمروهم ولم ينهوهم، فما بالكم بالأصاغر. ولذلك فرق الله عز وجل بين قلوبهم حتى استحقوا اللعنة والعياذ بالله، كما قال الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. لماذا؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. في هذه الآية في تفسيرها روي في سنن أبي داود وسنن الترمذي وغيرهما من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أن الرجل كان يلقى أخاه فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد على حاله، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله عز وجل قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. قارن هؤلاء بمن زكاهم الله عز وجل وأثنى عليهم فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وهؤلاء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اتبعهم بإحسان. كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فقدم الأمر والنهي على الإيمان بالله عز وجل. كنتم في استحقاق الخيرية ليس بالصلاح وإنما بالإصلاح. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ثم أشار إلى حال من قبلنا من أهل الكتاب: ولو آمن أهل الكتاب، لو اتبعوكم على هذا الهدي الرشيد، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرًا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. قبل هذه الآية أمر الله عز وجل أن تكون أمتنا على هذه الهيئة، فقال سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة، ولتكن منكم أمة. ماذا يفعلون؟ يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. ثم نهى عن مشابهة أسلافهم فقال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، وهؤلاء هم اليهود والنصارى، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. هذه الأمة نالت خيريتها بإقامة هذه الشعيرة، الشفقة على الخلق، بذل النصح للناس، أمرهم بالمعروف، ناهيهم عن المنكر، دعوتهم إلى الخير. بهذا
نال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نالوا، ولذلك أثنى الله عز وجل عليهم فقال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ما صفاتهم؟ بدأ أول ما بدأ فقال سبحانه وتعالى: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. طليعة هذه الصفات الأمر والنهي، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وهذه الصفة هي الصفة التي نوه الله عز وجل بها في أول ما أثنى على رسوله في التوراة والإنجيل، كما قال عز وجل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، ماذا يفعل؟ ما صفاته؟ يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. بماذا بدأ؟ يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. هذه صفات الخيرية في هذه الأمة المحمدية، طليعتها دعوتهم للخير، بذلهم للنصح، أمرهم بالمعروف، نهيهم عن المنكر. وعلى هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه، كما في الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، والنصح لكل مسلم. وفي الصحيحين أيضا عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره في العسر واليسر، وعلى أثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله، وأن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. بيعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم على هذه الشعيرة المباركة الصالحة المصلحة. لخص رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدين المبارك الحنيف في جملة من كلمتين صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، فقال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. الدين النصيحة، الدين النصيحة. فقالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، لا تقوم لهذا الدين قائمة إلا إن قام أتباعه بالنصح شفقة على الخلق ورحمة بهم واستنقاذا لهم من النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، هذه أهم معالم النجاة. المجتمع كالسفينة لا ينجو أهلها إلا كلهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فكان لبعضهم أعلاها ولبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا. قال رسول الله، وتأمل قوله صلى الله عليه وسلم: فلو تركوهم لهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. فبذل النصيحة للخلق ودعوتهم للخير وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر نجاة للجميع. اللهم نجنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.